على الطاير خليل عبدولي، أول سؤال يقولوا لك فرحان بالنجومية متاعك اليوم ولا لا؟ تجاوبني عليهم بعد شوية السؤال هذايا، لكن نقول لك أنا صحة شريبة كتو دابور، فرحان برشا أنت موجود بحذنا اليوم. يعطيك الصحة، عايشك وصحة شريبة الناس الكل اللي تسمع فينا. يا خويا شو نقول لك ساعة؟ ما شاء الله عليك الإقناع من حلقة الأولى، تلقى روحك في مهمة صعيبة برشا، أول حلقة في شخصية مش سهلة، عمل صعيب يطلب منك أداء، يطلب منك تركيز. دليل النجاح ولا النجومية بديت تحسه في الشارع، بديت ترى أنك وليت نجم؟ والله ياي ساعة تدبر ذي مسؤولية كبيرة، والحمد لله كنت قد المسؤولية، والعبيد توقفني في الشارع الحقيقة تحكي معايا تصور معايا. برافو، يعطيك الصحة، حاجة تفرح أكيد. حاجة تفرح وحاجة جديدة. فما مقياس آخر قل لي، هو نعتبروه مقياس اليوم تاع نجاح ولا لا؟ في جمعتين تقريبا انستغرام قد زاد 137 ألف تقريبا، ما شاء الله 137. مقياس نجاح نعتبروه؟ والله ليه أنا مقياس النجاح، شنو مقياس النجاح؟ مقياس النجاح المساجات، مش ولي كومونتير وفنانين كبار يحكيوا عليك ولعبة توقفك في الشارع تحكي معاك، أذين أعتبره مقياس نجاح، مش انستغرام. الحلقة الأولى من المشاهد كيفاش كانت، تلقى روحك مع زوز ممثلين كبار، أسامي كبار برشا، مدام نعيم الجاني، سي رؤوف بن عمر، تلقى روحك الواجهة تاع العمل للكل، سيري تاع رمضان في قناة الحوار تبدأ بيك خليل. كان فما شوية خوف، فما شوية ضغط ليلة رمضان، نستناو نحن في الرؤية وقتاش رمضان، انت تستنى في العمل وقتاش يبدأ، كيفاش الاحساس؟ من الأول وقت انا ماشي نمثل وعارف روحي ماشي نمثل، فماش خوف، بالعكس استنى فيها فرصة ذي كيما نكية عندي برشا. وقتاش الخوف؟ كي جيت نتفرج في الحلقة وقتها خوف، وقتها الخوف. مع شكون تفرجت؟ مع العائلة في الدار. في الدار اي، شكون في باله بيك ساعة مشيت ومثلت وكل؟ اخواتي وامي وبابا كان. لا عماتك لا خالاتك؟ حد. لا جيران؟ حد. لا صديقة صديق؟ لا حتى واحد. حتى حد. مقواك كان كله سكريتو مشيت؟ كله سكريتو. قديش قعدت من نهار ساعة تورناج؟ انا قدي صورت منعرفش 10-12 يوم، اما عرفت متفرقين. كان طلب منك لوك سبيسيال تبديله في الكوب تاع شعرك في حاجه؟ شعر يزمو كيما شفتوا كل نفس الطول كي ملبد وكل شيء، وفي الاخر قرعت قالوا لي يزمك تضعف شويه خاطر البريود هذيك انا مانيش هكا معناها. ضعفت شويه، عملت شويه ضعفت شويه باش نظهر في عويقل في العمر هذاك، في العمر هذاك باش تظهر عويقل. قداش يشبه لك هو في الدنيا يحيى؟ قداش يشبه الخليل؟ قلت يشبه لي في 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 الطيبة متاعه مع أصحابه، في 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 محبته لأصحابه، هذاك فاش يشبه لي. به تعديت أول حلقة وبالخوف هذاك، ونستنيه في العمل وقتاش باش يجي، وتعديت أول حلقة. الإحساس أول ظهور يا خويا كيفاش؟ حاجة ما تتوصفش صاحبي. حاجة ما تتوصفش خليل. والله العظيم بداو التليفونات، بدات الاخر محبة العباد ما تشريش بالفلوس، بداو التليفونات سواء ممثلين سواء عائلتي سواء اصحابي. يعطيك الصحة، برافو، برجوا ليا قالوا لي عملت حاجة طيارة برشا. اول ناس انهوكم اصحابك وداركم. فما ممثلين حاولوا يتصلوا بيك يكتبوا لك يشوفوك؟ اي برشا. شكون اول فنان اتصل بيك؟ اول فنان، فنان ممثل معناه واحد؟ نضال اول واحد اتصل بيه على انستغرام، بعث لك اول وحده مدام سوس النجم، وبعد نضال كلمتني هي ومروه، حكيوا معايا قالوا لي ديك صحه وكل شيء، وش قولك في الحلقه كل شيء، بعد حكي معايا نضال بعد الحلقه طول. فما خليل عبدولي قبل الفوندو، خليل عبدولي بعد اول حلقه من الفوندو؟ ليلي والله ما تبدل شيء، هو بيدو، هو بيدو. كوارجي كنت خليل؟ اي مازلت، ومازلت كوارجي. مازلت هبطوا لك تصور، قاعد تتبع في اكثر من جمعيه، تقرا الفيسبوك كيفاش يفدلكوا عليك، شنو من النكت اللي عملوهم عليك، نقولوا نحن اللي ميمز يقولوا
في اكثر من جمعيه شفناك، مره مريول للنادي الافريقي، مره مريول للتراجي، ومره كتبوا ظاهر طفل ممثل من اللون. كيفاش ريت هالتصوير هذه؟ والله حاجه عاديه معني، انا كاورت في زوج جمعيات نورمال كيمشي هابطو. قال لي خير نفتخر اللي انا كاورت في الاسبيرونس، ونفتخر اللي انا كاورت في الكلوب، وكيف كيف في المارسا نكاور فيها توا. شنو جمعيتك اللي تحبها؟ انا ما عندي جمعيه نحب. المنتخب. منتخب خليها المنتخب. ما عندك جمعيه تحبها ولا ما تحبش تقول؟ ما عندي جمعيه نحب. ما تحبش تقول؟ ما عندي جمعيه نحب. ما عندك جمعيه تحبها. به تعرف شكون تقريبا نفس ال نفس المسيره نفس الباركور وقل لي تطمح تعمل كيف ولا ليه؟ كوارجي بدا ثم يلقى روحه في تجربه التمثيل ثم شكون؟ ظافر العابدين. ظافر العابدين. مش نطمح، نتمنى نعمل كيفه ان شاء الله. تحب على خوتها ظافر؟ ان شاء الله. بديت تعمل في حاجات الاستثنائيه، كان معك في اداره الممثل توفيق العايب. اي خدمه كبيره مع سي توفيق. اي سي توفيق نوجه له التحيه، ساعه قراني في الكوليج. في الويبرا، يوم بعديك كي مشيت نعمل كوتشينغ عنده قلت له راني قريت عندك وكل شيء، من الاول ما عقلنيش وبعد تفكرني. عملت معاها يامات في الكوتشينغ، وراني حاجات باهيه، استفدت منه برشا وتعلمت منه برشا. اليوم تخمم تمشي تكمل تعمل تكوين في المسرح في الحضور قدام الكاميرا؟ والله ان شاء الله ان شاء الله ناوي، علاش ليه؟ باهي. النقطة اللي بعد قلنا العمل بدا يطلع، البداية تكون بك انت خليل عبدولي، المهمة صعبت شوية، الدور ولا المشهد الأصعب عليك كان في التصوير؟ هما قلت لي 10 أيام مفرقين، لكن فما مشهد صعيب شوية. بون صعيب، ما صعيب، بون فماش كلي صعيب صعيب، خاطر تعرف علاش؟ كل مشهد باش نصوره نعمل قبله بنهار كوتشينغ، ولا قبله بنهارين كوتشينغ، دونك نمشي حاضر، فهمتني؟ من الاول تعبت شويه سي فري، وتعبتهم معايا شويه، اما من بعد تسرحت، عرفت كيفاش؟ دونك فماش حاجه كلي لقينا فيها ما كانش فما خوف، رهبه سبيسيال من الكاميرا، من وقوف قدام مثلا نعيم الجاني، رؤوف بن عمر، دالي بن جمعه. والله مش خوف. وقفت قدامهم بمحبة وفخرة وكل احترام معناها، وكا مش خوف، بالعكس أنا قلت لك فخرة. فخر فخر. أقرب واحد ليك كان في فريق العمل في من الممثلين الكبار النجوم اللي كنت تتفرج فيها مع عامل تالي تتفرج في أعمالهم، اليوم تلقى روحك معاهم، شكون أكثر واحد قريب لك؟ قريب لي من ممثلين نتصور نضال أكثر واحد قعدت معاه. نضال. نضال أكثر واحد قعدت معاه في 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 الكواليس. في الكواليس. نضال إنسان يختلف على نضال الممثل؟ برشا برشا. نضال إنسان بالرسمي تنجم تعتبره قدوة ليك بالرسمي معناها. وقت تفدليك وقت الخدمة خدمة، بالرسمي إنسان ياسر بروفيسيونيل في خدمته، نصحني برشا وتعلمت منه برشا وفرحان برشا اللي خدمت معاه. وراجل محليها على الاخر. اكثر نصيحه قالها لك تتفكرها لليوم؟ قلت قال لي داخل في ميدان يزمك الضحي، قال لي فما تعب، قال لي اما كي تشوف الريزولتا كل شيء تنسي، وقال لي راهو ساعه كي باش العباد تكلمك راك ماكش باش تفهم شيء، قال لي هكاهو عشت. نشكره ونوجه له تحيه. نسلموا عليه طبعا، نسلموا عليه برشا نضال السعدي. لا عشت هالحاله اللي قالها لك تاع يكلموك العباد ماكش باش تفهم شيء؟ ما فهمت شيء. قعدت ايامات مش فاهم عادي، هذا يعيشوا الناس الكل التحول هذاك. وقتاش عشتوا ريال ما؟ وقتاش حسيتوا؟ بعد الحلقه بالضبط. بدات الدنيا. بدات الدنيا اخوي. فما شكون حسيت الفخر اكثر عنده؟ حسيته لأمك ولا أبوك ولا أخواتك؟ شكون حسيتهم بالحق فرحوا أكثر؟ عائلتي. العائلة. عائلة. عائلتي كل تبارتاجي ويكلموا فيهم ويعطيه الصحة ويهنيه وخالتي نوجه لها تحية، ممثلة وفنانة حتى هي. إي. هي. طبعا. تعمل في التياترو هجر الزايدي. نسلموا عليها طبعا. إي. كاو. هذايا بدات الأجواء كي فما صديقة، فما علاقة حب، فما حاجة. أنا. إي. تحبش تقول مازلت صغير على حاجة تبي. باهي باهي مازال باهي صحيتك.
صحيتك عجبتني الإجابة متاعك علي سألتك على خاطر نعرف الشهرة التلفزة الكورة الانستغرام 137,000 يسهلوا المساجات محليك ما شاء الله عليك انت بوغوست اليوم قلت لي ضعفت شوية نخدم في بدني دور نضال صغير يخلي فما معجبين ومعجبات. والله ايش باش نقول لك بابا وامي يسمعوا اليوم تعديوا السؤال هذا فما منا لي امنتي ليه تو مركز في حاجه مركز فين حات مخك اكثر حات مخي في انا في خلينا وين باش نمشي وين باش نشد ثنيك فهمت التمثيل الكوره والقرايه لو ترتبهم خليل حسب الاهم القرايه صحيت بون تمثيل كور تمثيل كور به الكوره فيها شويه تمثيل زاد سبقت التمثيل تتعد كي سبقت التمثيل كله به النقطه اللي من بعد العمل اللي شفنا فيه برشا مفاجات برشا وجوه شابه شكون اكثر واحد تو كي تتفرج فيه عاجبك بالكدا وتفاجات بالبرفورمانس نتاعو في الفوندو في الفوندو نحكيو فوندو طبعا اليوم نحكيو معاك كم فوندو خليل اي والله نسيم ما شاء الله عليه معناها تبارك الله عليه نسيم بورقيبه طبعا نسيم بورقيبه صاحبي راهو في الدنيا ماهوش هكاك جمله معناها كان العباد ماخذين فكر عليه خايبه ما شاء الله عليه في الدنيا كيفاش نسيم عاقل محليه دوبو دوب روحو دوبو دوب روحو محليه طفل باه نوجه له تحية ان شاء الله يكون عنده مستقبل محليه طفل ممثل كبير ان شاء الله كبير صغير صغير في العمر وكبير كبير في الاداء نتاعو اليوم باهي نسيم حكيت على نسيم كي تشوف دور نسيم اليوم اللي هو موجود اكثر في العمل تقول خليل تمنيت انا نكون في دور نظهر اكثر ولا الحمد لله دوري كان في الحلقه هذيك وعمل بيا هذه الضربه الكبيره ولا في في الحلقه الاولى ظهرت فيها كان انا معناها والحمد لله اللي خذيت سكسي كيما نكايا وضربت كيما نكايا والحمد لله معناها ونسيم قعد معناها على طول الحلقات فهمت ليه بالعكس نتمنى له كل خير طفل محليه هذاك وان شاء الله يخدم حاجات ما خير وانا كيف كيف انت زاد نتمنى لك كل النجاح نحب نشوفك تزيد تنجح اكثر نحب نشوفك في في اعمال اخرى ان شاء الله فرحان برشا انك موجود بحذنا اليوم خليل عبدولي عايشك علاقتك مع الممثلين الاخرين مثلا انا نسمي لك قل لي كي قابلته تتفكر شنو حكيته ولا لا كان ما تتفكرش قل لي ما نتفكرش كمل تويتي كمل تويتي ما حكينيش راس راس ما قعدت نسمع فيه برشا تسمع فيه شنو يقول لك ولا شنو يحكي ليه يحكي في في في, في المواضيع الكل امين انه قد نسمع فيه عرفت نبدا مثلا شاد تليفون جي سي كمال ناحي التليفون نقعد نسمع عرفت كيفاش كمال تويتي ولا سي كمال كيما نقولوا سي كمال تويتي انت من جينيراسيون وانا من جينيراسيون اللي كبرنا نتفرجوا في كمال تويتي صحيح. في شوف لي حل في الدكتور سليمان الابيض كيريته قدامك كمال تويتي ولا حاجه من الاول الساعه ما حكيتش مش انا مشيت نحكي معاه فهمتني انا قاعد ودخل سي كمال قعدت نغزر كي عرفت مانيش فاهم حد شيء نهار كاستينغ وقتها باش تشوفني المخرجه بعديك جاي يحكي معايا هو وقتها نحكي مع الكوره مانيش مصدق روحي اللي انا نحكي مع سي كمال نوجه له تحيه نسلم عليه طبعا ايه كهو به مدام نعيم الجاني مدام نعيم الجاني ما حكيتش معاها دخلت نمثل معاها طول 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 ما حكيتش معاها جمله ديريكت المشهد ديريكت السيكونس السيكونس تو معناها مش تحضير بعد سيكونس بعد سيكونس قالت لي محليك تبارك الله عليك ما شاء الله عليك كلام يقعد في البال هذا اكيد طبعا اكيد به سي روف بن عمر انت كان فرحان بك يحبك اي بعد نضال مسكين هو اللي هز في عوضك الغش نتاعه وكل انت كان يحبك شنو هو شنو تحكيه في الكواليس والله الحقيقه ما حكيناش برشا في نهار معناها التصوير اما ديرنيير مون معناها كي تقابلنا قال لي يعطيك الصحه خدمت خدمه ما شاء الله معناها
نفرح برشا كي ممثل كبير وقدير كيما أسيرة وفن عمر يقول لي كلام كيما ناكي. برشا ناس قالوا أحداث العمل الكل كانت نجم تتبدل، كان قلت له بابا نمشي نسهر قال لي ليه وفينا تشد الدار خويا غدوة نبدأ حلقة لابس عليه. نختم بشخصية أخرى، شخصية نحبه برشا، أنا برشا ناس قاعدين يشكروا فيه، يشكروا في حضوره، نوردو كي قابلته نجم يغني راب، نسمعوا له معروف، تلقاه بحذاك، كانت قابلت أنت وياه، تتفكر أول كونتاكت؟ ما حكينيش برشا أنا ونوردو ما حكينيش برشا بالكدية، ما تبارك الله عليه، يعني مش أنا باش نحكي عليه، تونس كل تحكي عليه. قناع ما شاء الله عليه. خليل عبدولي شكرا ليك، سعيد جدا أنك موجود بحذاك، خلي لك كلمة الختام للأصحاب، لجمهورك، لل 137 ألف هيك غمزة هكا ما بيناتنا، اختار منهم شكون، وللوالدة والوالد طبعا. نقدم تحية لصحابي وعائلتي والناس اللي تحبني، نحب نشكر العبيد على المساجات الحلوة اللي قاعدين يوصلوا لي، وإن شاء الله تشوفوني في حاجة ما خير وكها كل النجاح خير. كل النجاح والتوفيق صديقي خليل، أتمنى ديما نشوفك ناجح في قرايتك في أعمالك الكل اللي تختارهم، بعد شوية تكون موجودة بعدين الدرسة في الشعر نحكي معها على مشاركتها في مشاعر والجاسوس، فاصل صغير ورجعي. ماشي.